السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيمان عبد اللطيف، أستاذ مساعد العيون جامعة اسكندرية. أهلا بكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هناخد المحاضرة الثانية من كورس 2 في موضوع اليوفيتيس ميد إيزي، ده اللي ابتديناه مع بعض. كورس 2 ده بيتكلم عن اللاب انفستيجيشنز بتاعت أسباب اليوفيتيس المختلفة. المحاضرة الثانية دي هنتكلم عن اللاب انفستيجيشنز بتاعت التوبركلوسس، هنقسمها جزئين لأن الموضوع ده علشان نشرحه للنواب الصغنططين بالطريقة اللي أنا نفسي أوصلها لكم هياخد وقت طويل شوية، فحابين نقسمه جزئين عشان تستوعبوه على مهلكم وما تحسوش إن الموضوع intimidating أو overwhelming. بص، آفة اليوفيتيس إنك تحس إن الموضوع صعب بزيادة أو سهل بزيادة، الاتنين وحشين للأمانة. يعني لو حسيتها صعبة قوي مش هتمشي فيها خالص، ولو حسيتها سهلة قوي يعني مصيبة كبيرة. فاحنا هنحاول نمشيها في النص، نتعلم المعلومة المظبوطة وما نديهاش لا صعوبة زايدة ولا سهولة زايدة. النهاردة بإذن الله هنتكلم على 2 لاب تست بيتعملوا للتوبركلوسس. واحد منهم مشهور موجود من زمان 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 اسمه تيوبركلين سكين تيست، والتاني مشهور برضو بس ريلاتيفلي احدث من الاولاني وممكن يكون بعضنا ما سمعش عنه، هنعرفكم عليه النهارده ونعرف الفرق ما بين الاتنين، امتى ده وامتى ده وايه قصتهم وجم منين وعاوزين مننا ايه بالظبط. الاجنده بتاعتنا اللي هنحاول نغطيها في الاتنين تيست دول اللي هو التوبركلين سكين تيست، والاسم بقى اللي عاوزاكم تحفظوه ده لانه طالع موضة السنين اللي فاتت، اسمه كوانتيفيرون تي بي جولد تيست. الاجنده اللي هنحاول نغطيها هما النقط دول. اول نقطه اسمها ايديا اند تكنيك. يعني ايه ايديا ويعني ايه تكنيك؟ هما زي بعض؟ لا مش زي بعض. ايديا ببساطه بالبلدي كده اللي اخترع التست ده كان عاوز ايه، فكر ازاي التست ده هيحل المشكله من انهي ناحيه. تكنيك ده حاجه تانية، التست بيتعمل ازاي في المعمل. طيب هل مهم اني اعرف فكره التست واعرف ازاي بيتعمل؟ مهم جدا، ده درس اتعلمناه the hard way، اتعلمناه بالطريقه الاكثر مشقه، انك لازم تعرف كل حاجه في كل حلقه بيعدي بيها عيان اليوفيتيس. ما ينفعش ابدا تكتفي بالحلقه الصغيره جدا 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 بتاعه السليت لامب اكزامينيشن، دي اصغر حلقه. كل ما تتفهم وتتعلم بقيه الحلقات كل ما تبقى انت اكثر قدره على تحمل مسؤوليه وامانه البيشنت. تاني نقطة reading and interpretation. ايه الفرق ما بينهم؟ هما زي بعض؟ لا طبعا مش زي بعض. reading يعني قراية التست، النتيجة بتاعت التست، النمرة اللي طلع، يعني التست ده طلع 6 7 15 الرقم نفسه. interpretation يعني تفسير النتيجة على العيان بتاعي، وده فن كبير يعني حاجة تانية خالص. أنا باخد النمرة اللي طالعة وأشوف إيه أهميتها على العيان بتاعي فلان الفلاني. النقطة اللي هنغطيها بعد كده حاجة اسمها false results and contraindications. يعني إيه false results؟ يعني المعمل كاتب إن البيشنت الفلاني التست بتاعه positive. خلي بالك مفيش معمل هيطلع البرينت اوت مكتوب فولس بوزيتيف، مفيش حاجه اسمها كده. يعني الفولس تيست مش معناها المعمل هيقول ده فولس، لا هو بيقول انه بوزيتيف لكن انت بقيمتك الاكلينيكيه شايف انه نيجاتيف، والحقيقه انه نيجاتيف والكتابه اللي مطبوعه بوزيتيف، يبقى ده اسمه فولس بوزيتيف. العكس، المعمل كاتب ان التحليل نيجاتيف وكله تمام وبيسلم عليك،
لكن انا شايف انه بوزيتيف والعيان عنده الديزيز، يبقى ده اسمه فولس نيجاتيف. طب دي تتعرف ازاي؟ هي الحقيقه بتتعرف بالمذاكره الكتير جدا والاكسبيرينس الكبيره جدا. يعني دي مش حاجه سهله ان انا ابص في برينت اوت واقول لا ده غلط ورايي انا هو اللي صح، دي مش حاجه بتيجي في يوم وليله، لكن تيست بتيست، لان هما بتختلف من تيست للتاني، هنتعلمهم مع بعض ازاي تبقى واثق من نفسك وتقول النتيجه دي مش مظبوطه. كونترا انديكيشن دي حاجه جديده شويه، يمكن كتير مننا ما سمعش عنها. دلوقتي العادي يعني المقبول اكتر انك لو طلبت البيشنت تحليل وحالته مش محتاجاه، يبقى انت بس بتزود عليه لكن مش هيحصل للبيشنت نفسه حاجه. الحقيقه ان في بعض التست العيان الفلاني ابسولوتلي كونترا انديكيتد انه يعملها، بمعنى لو العيان ده عمل التست ده هيموت، مش هيموت من النتيجه، لا هيموت من التحليل، هيموت جوه المعمل. يبقى ده كونسبت جديد، هل في تيست كونترا انديكيتد ما ينفعش اطلبها؟ لان اذا طلبتها العيان هيموت. ايوه فيه، وهناخد واحد منهم النهارده، هما اكتر من حاجه يعني هننقش كده، هنخربش الموضوع ده اون ذا سيرفيس كده مع بعض النهارده. النقطه اللي بعد كده في الاجنده بتاعتنا البوزيتيف تيست. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني هو المعمل البرنت اوت طالع بوزيتيف، واحنا بقيمتنا العلميه الخطيره جدا لقينا ان هو ترو بوزيتيف، يعني العيان فعلا عنده الديزيز ده وبالتالي البرنت اوت طالع مظبوط. طيب خير بقى، هنعمل ايه بالريزلت دي؟ يعني بناء على البوزيتيف تيست ايه الاجراء اللي اخده؟ بعد كده هناخد الادفانتجز بتاعت ايه، بتاعت كل تيست قصاد التاني. يعني طالما في اتنين تيست بيخدموا نفس الموضوع اللي هو هنا معانا النهارده التوبركلوسس، يبقى مفيش واحد منهم احسن من التاني، كل واحد منهم له مزايا وعيوب، والتست التاني بيغطي العيوب دي. وده اللي لازم نعرفه، يعني لازم اعرف كل تست من دول نقط ضعفه ايه ونقط قوته ايه، وبالتالي الانديكيشنز بتاعته امتى، اطلبه امتى. ما ينفعش اطلب وخلاص، ما ينفعش اطلب كل حاجة تيجي في بالي او كل حاجة تتقلي واشوف ايه منها اللي يطلع بوزيتيف، ما ينفعش نعمل كده. والحقيقة بتساعدنا جدا 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 السي دي سي، ده سنتر اوف ديزيز كنترول، انها تعلمنا الصح عشان نحاول نقدم للقطاع ده من الاوفثالميك بيشنتس اللي مش واخد نفس الفايف ستار سيرفيس اللي بياخدها بيشنتس مثلا زي بتوع الريفراكتيف او الكاتاراكت او الحاجات دي، لا احنا مش هنخليها 5 ستارز، احنا هنخليها 7 ستارز، احنا هنخلي العيانين دول ياخدوا احسن فحص، احسن مانجمنت. هنبتدي بقى الشغل دلوقتي، هنبتدي نفهم ايه اللاب تيست دول، ايه حكايتهم من اول ما قالوا يلا بينا نعمل التست دول، يلا بينا نخترعها. هبتدي لك الاول بprint out of some of my real patients، يعني دول قصائص كده، احنا طبعا عشان الconfidentiality شايلين الاسامي بتاعت الpatients والمعامل، لان احنا هدفنا نتعلم المعلومة المظبوطة، مش ان نقول المعمل ده كويس والمعمل ده وحش. فحولي حواريك الprint outs الحقيقية، يعني ده الشغل الحقيقي اللي احنا بيعدي علينا، وبعد كده هقول لك الصح، وبعد كده هنعيط مع بعض على الفجوة اللي بين الواقع واللي نفسنا فيه. ده print out لواحد من أعز مرضايا عمل تيوبركلين تيست في واحد من أحسن وأكبر وأغلى معامل البلد،
خلينا نشوف البوينت اوت وبعد كده هنعرف الصح. وبعد كده انت من نفسك هتعرف انهي بوينت اوت تاخد بيه وانهي واحد لا. بس ركز في كل كلمه، لان كل كلمه هنشوفها دلوقتي مع بعض هنشرح سوا الصح والغلط بتاعها. فتيك يور تايم وركز كويس خالص. بص، البرينت اوت ده مكتوب فيه حاجتين، واحد الكومنت، والكومنت اللي هو كاتبه على البيشنت ده، واتنين المساعده او المعلومه اللي المعمل مديها لنا، لانه unfortunately في انطباع متاخد عننا كاطباء ان احنا مش بنحفظ الأرقام، مش بنذاكر كويس، مخنا مش دفتر، وبالتالي هما بيدونا الأرقام الرينجز يعني عشان تساعدنا. في اليوفيايتس بالذات بعد سنين شقة في الموضوع ده، لا من قلبي بقول يا ريتهم ما كتبوا المعلومات الزيادة دي، ويا ريتهم ما ساعدوا الدكاترة، لأن هما لما جم يساعدوهم يعني إيه بوظوا الدنيا خالص. ايا كان، هنبص فوق على الكومنت اللي هو كاتبه على البيشنت ده، الراجل ده نفسه كاتب ايه بقى. اول كلمه اهي بوزيتيف. ايه هو البوزيتيف؟ التوبركلين تيست. يبقى التوبركلين تيست بتاع البيشنت ده بوزيتيف with redness vesicles. هو كاتبها طبعا سبيلنج ميستيك ان هي دي، لا هي سي ال vesicles، بس مش مشكله، السبيلنج ميستيك هي دي اهون الميستيكس يعني. والانديوريشن بتاعه 2 سنتي وربع، 2.50 او 22.50 ملم، 2 سنتي وربع. احفظ بقى كده، حط في دماغك الكومنت ده، بوزيتيف with redness vesicles and induration of 22.50 ملم. وبعدين الارشاد بقى اللي هو المذاكره بقى، هو يعني ايه انتوا يعني مش فاضيين تذاكروا او مش يعني مش فاكرين كل الارقام بتاعت كل التحاليل، فهنساعدكم ونديها لكم. بص المساعده بيقول لك هو ليه بوزيتيف، لان البوزيتيف تيست بوزيتيف ريزلت بتاعت التوبركلين من اول 10 ملي انديوريشن. من اول كام؟ من اول 10 ملي انديوريشن. ده print out تاني لواحد تاني من أعز مرضايا، عامله في يعني في أحد أكبر وأغلى وأشهر، واخد شهادات كده يعني زي ما انتوا شايفين، وجودة ومعرفش إيه وحاجات زي كده، أحد أكبر المعامل. بص print out وبعد كده هنشرح الصح مع بعض، بس بقول لك انه بيشنتس كتير جدا فقدوا نظرهم بسبب المشي ورا التحليل او الاعتماد على التحليل او تقديس التحليل. يعني كل ما اله التحليل واحس ان هو ده اللي هيمشي الحالة وحمشي أنا ورا التحليل، تأكد تماما إن البيشنت بتاعك هيضيع. يبقى ده بوينت أوت لبيشنت تاني. بص الكومنت مكتوب إيه؟ بوزيتيف بوزيتيف، ومن كتر ما هو متأكد إنها بوزيتيف حتى كاتبها اختصار وكاتبها بالسبيلينج كله. يعني حتى إحنا كلمة بوزيتيف مش مكفية، فكاتبها بالطريقتين. وخلي بالك مش انا اللي عامله الفلوريسن ده، يعني مش انا اللي معلمه عليها بالاصفر الفوسفوري ده، لا ده المعمل اللي معلم عليها. وبعدين بقيت بقى الكومنت بتاع البيشنت كاتب ان النوديول يقصد الانديوريشن يعني 9 ملي 9 ملي. وبعدين كاتب تحت، لان هما كمان ده معمل تاني خالص خالص غير الاولاني، مقتنع ان احنا مخنا مش دفتر ومش شطار ومش عارفين نحفظ الارقام، فهو كمان مدينا
الاندكس اللي نعتمد عليه وبيعلمنا وبيقول ان التوبركلين تيست بوزيتيف من 6 مللي ديامتر. شوف انا عندي اكتر من اقول كام 100 برينت اوتس من معامل كبيره جدا من كل المحافظات ومن بره مصر، كلهم كاتبين reference values ونصائح إرشادية أساساً غير التاني، مختلفة already. نهايته إيه المشكلة الكبيرة اللي إحنا زعلانين عليها ويعني taking the time والمجهود إن إحنا نسجل لك محاضرة زي دي؟ إيه المشكلة الكبيرة بيننا وبين الطريقة يعني العيان بتاع اليوفيايتس لو مشي فيها مفيش حل غير انه يفقد بصره، يعني هيبقى كفيف اذا مشي بالسكة دي، فلازم ناخد خطوة على مستوى الدولة. ايه المشكلة؟ المشكلة انه ببساطة شديدة العيان ده الانديوريشن بتاعه 9 مللي، والمعمل اللي فات بيعترف بالتوبركلين اذا كان 10 مللي، لكن المعمل ده بيعترف بالتوبركلين إذا كان 6 مللي، وبالتالي هو هنا بوزيتيف وفي المعمل اللي فات كان هيبقى نيجاتيف. انت متخيل حساسية الموقف ان العيان اقول عليه تيوبركلس واديله علاج تي بي او مش تيوبركلس وما اديلوش علاج تي بي؟ دي مش حاجة بسيطة، دي حاجة كبيرة. اللي فات ده 1 على 100 على 1000، قول زي ما تقول من الواقع الأليم. لما تعرف إن الأطباء الطاقم الطبي كله من أكتر الناس عرضة للتي بي، لما تعرف اني بعالج عشرات الاطباء اللي عندهم التوبركلوس يوفيايتس، لما تعرف اني الى الان عالجت 12 اوفثالمولوجيست عندهم التوبركلوس يوفيايتس، بعضهم كان توقف تماما في فتره ما عن عيادته وعملياته بسبب التشخيص اللي مش مظبوط قبل ما اشوفه. بص للحقائق اللي هناخدها دلوقتي، ده البراكتس المظبوط، ويعني شاركني ألمي بالفجوة اللي بين اللي بيحصل هنا وبين الصح. الجايد لاينز بتقول، عشان كده أنا حتى مصوراها عشان يبقى معروف إن دي مش تأليف. الجايد لاينز بتقول الريدينج، دي تاني نقطة في الأجندة، مش احنا قلنا هنغطي 6 نقط ان شاء الله في الاثنين تيست دول؟ تاني نقطة قلنا حاجة اسمها ريدينج وانتربريتيشن. الريدينج القياس بيتعمل في المعمل، والمفروض ان هذه المعامل عشان تعتمد بيعلموهم يعملوا ايه في الريدينج، فقالوا لهم visually inspect the site under good light، يعني الأول بص هتلاقي إريثيما مالكش دعوة بيها ما تقسهاش، وهتلاقي induration حتة نشفة عالية بالبلدي مكلكعة، تعمل إيه؟ تجيب مصدرة وتقيس. اللي احنا بنقوله ده اسمه reading. شوف الصح وشوف الواقع اللي بيتعمل. الصح بيقول، بص لي في اخر سطرين، السطر اللي قبل الاخير، do not record as positive or negative. المفروض المعمل ما ينفعش يكتب ان ده تحليل ايجابي ولا سلبي في التوبركلين اصلا،
خلي بالك الاثنين بوينت اوتس اللي فاتوا الاثنين اول ما كتبوا قالوا بوزيتيف، وبالتالي اول ما تشوف بوينت اوت لنتيجه تشوبركلين مكتوب عليها بوزيتيف اعرف تماما ان احنا في وادي والمعمل ده في وادي تاني، معاه بقى شهاده جوده، معاه شهاده تطعيم. انا مفهمش، انا اعرف ان انت بعيد عن العلم خالص، انت بعيد عن اللي احنا بنقوله. وشوف يعني المؤسسات الدولية تعبت نفسيا اساسا، يعني السطر اللي قبل الاخير قال له ايه؟ do not record as positive or negative. اخر سطر قال له only record in millimeters، اللي هو اصلا بعيد المعنى، يعني هو ما اضافش حاجة جديدة، عايز يقول له ابوس ايدك مالكش دعوة النتيجة موجب ولا سالب، اكتب له للطبيب يعني المقاس كمل لي وبس. كلمة positive أو negative دي حاجة تانية خالص، زي ما انتوا شايفين في السلايد دي اسمها interpretation. عشان كده هنقولنا ان في الأجندة في سطر كده بين كلمتين ما لهمش دعوة ببعض، reading and interpretation. interpretation بعمل ايه؟ باخد المقاس اللي المعمل بعده. انا كطبيب انا بس اللي اقول الحالة دي positive ولا negative. ليه؟ لان الناس البشر متقسمين ثلاث مجموعات، كل واحد عنده cut off points غير التاني، وبالتالي القراية البوزيتيف في واحد نيجاتيف في التاني. نقول كمان الانتربريتيشن هي استخدام الرقم مع كل بيشنت على حدة عشان اعرف اعمل له ايه. دي حاجة يعملها بس الطبيب، يبقى الانتربريتيشن دي حاجة الفيزيشن هو اللي بيعملها مش المعمل، وبالتالي ما ينفعش المعمل يدي ارشاد انه من اول كذا بوزيتيف. وبعدين هقول لك بقى النقطة الكوميديا الحزينة بقى، عشان الدنيا دي هم يبكي وهم يضحك. تاني برينت اوت كاتب ايه؟ عشان كده قلت لك ركز، ان التوبركلين تيست من 6 مني موجب اساسا، مفيش 6، يعني هما مفيش الا 3 مجاميع ملهمش رابع، يا انت موجب من 5 مللي وطالع، يا من 10 مللي وطالع، يا من 15 مللي وطالع، مفيش 6، يعني مفيش cut off point 6 اصلا. الحالات قدامك اهي، انت عايز تحفظهم زي ما انا حافظاهم خير وبركه، مش عاوز تحفظهم اطبع الورقه وخليها عندك، انا مش هضيع لك وقتك فيها، السورس قدامك اهوت، لكن هلفت نظرك لنقط صغنطوطه كده. بص على اول مجموعه حضرتك اهو، اللي هي المجموعه اللي اقل رقم فيها يبقى بوزيتيف 5. 5 ده يعني فسفوسه خالص، يا دوب 5 يبقى بوزيتيف تيست. تخيل مين دول؟ هم الناس اللي السيلم ديتد اميونيتي بتاعتهم ضعيفة، او ان هم هاي ريسك ان يبقوا توبركلس. اول واحد ال HIV infected persons، ودول طبعا موجودين وكتير جدا جدا جدا، ياريت ما حدش فيكم يفتكر ان الناس اللي لابسة كويس او المثقفين او الشهادات او الدكاترة او الكلام ده كله ما ينفعش يطلع HIV، لا بيطلع، صدقوني بيطلع. بس يعني ايا كان، انا عندي كابلز HIV في العياده اتجوزوا من العياده، مش يعني اقصد ما تستبعدش حته HIV او السكشوالي ترانسميتد ديزيزز مهما كان شكل البيشنت اللي قدامك. هقول لك بس حته صغيره عشان الحته دي بيرسونلي انا بتوجعني. بص على رابع مجموعه كده، رابع فئه من الناس في المجموعة اللي احنا بنقبل فيهم as little as 5 millimeters ان ده tuberculin positive. الناس اللي هم immunosuppressed زي واحد زارع كده، او بص بقى اخر سطر، او بياخد as little as 15 milligram prednisone for 1 month or more. يعني ايه؟ يعني البيشنت اللي بياخد
سيستميك كورتيكوستيرويد بريدنيزون او بريدنيزون ايكويفالنت ل 15 مللي في اليوم لمده شهر is as immunosuppressed as واحد زرع كلى او واحد عنده ايدز من ناحيه قدره الاميون سيستم بتاعه على الرد على حاجات كتيره جدا. فور اكزامبل التوبركلين تيست هقولها لك بطريقه ابسط. انت كطبيب يهون عليك تحقن واحد سليم ب HIV؟ ما يهونش عليك. من فضلك كمان ما يهونش عليك تكتب له ستيرويدز بدون داعي، لانه as little as 15 ميلي جرام. انا العيانين ما بيجوش ب 15 ميلي جرام، بيجوا ب 80 ميلي جرام، بمش عارفه كل يوم 1 جرام سوليوم هيدرول، ما اعرفش يعني شويلت ستيرويدز. as little as 15 ميلي جرام بيعمل له immune suppression عنيف، بنهد الاميون سيستم. من فضلك بلاش empirical steroids. اهم حاجه التشخيص، بلاش نعالج الناس دول empirical، لان احنا بنأذيهم. دول تاني مجموعه ودول كتار خالص، اللي هو 10 مللي وطالع بوزيتيف. حلف التظهر بس الحته صغنطوطه كده. الهاي ريسك جروبس للتبي بيشملوا حضرتنا كل الهيلث كير بيرسونال. وبالتالي هقول لك على تيب صغير، لما يجي لك دكتور عنده يوفيايتس، طبعا احنا متفقين احنا مش هنكيل بمكيالين، احنا متفقين ان الكلينيكال اكزامينيشن له الكلمه العليا. بس لو انت العيان اللي بيجي لك زي اللي بيجي لي كده، بيبقى راح ل 95 دكتور وعمل 96 تحليل و97 عملية و99 روشتة علاج، فالفيتشرز اللي بنشخص بيها راحت. وبالتالي احيانا هتحتاج للتحاليل. بلاش تنسى التي بي سبيشالي في الدكاترة. كمان المجموعة دي بتشمل الاطفال الصغيرين، لان الرياكشنز بتاعتهم مش عالية قوي، بتشمل الدايباتكس ودول قطار وهكذا، مش هتقل عليك، لكن انا مصورها لك بخط واضح عشان لو عزتها او عزت تطبعها. ده البرينت اوت بتاع التست التاني اللي اسمه كوانتيفيرون تي بي جولد. ده برينت اوت لون اوف ماي يعني patients، بيطلع كده qualitative. ليه يعني ايه؟ يعني positive. واحيانا هتلاقي print out طالع quantitative، ليه يعني كاتب رقم والرقم ده above the normal range اللي هو مدي. تمام؟ يبقى انا وريتك ال print outs يعني الاكثر شهرة للاثنين، وشرحنا حتة reading والinterpretation في السكة كده. دلوقتي بقى هناخد القصة الكبيرة، الأساس اللي أنا قاعدة عشانك النهاردة أسجل المحاضرة دي. الشرح، التست دي جت منين، الأيديا والمزايا واستخدمه إمتى، الكلام ده كله هنقوله دلوقتي بطريقة حكاية مش دش مش كتابة. يعني ليه؟ لانه يعني انا بعتقد ان الكتب كتبت كتير قوي، ويعني الناس ما حبتهاش او ما استفادتش منها، فخلينا نحكيها ونبسطها، يمكن ربنا يكرم ونستفيد مع بعض. اللي انا هقوله ده لاخلاء المسؤوليه يعني over simplification. يعني اوفر سمبليفيكيشن، يعني الموضوع ده او علم الايمونولوجي اللي انا بقالي 100 سنه بذاكر فيه، ده علم كبير مش دلع، لكن انا هبسط الموضوع بزياده. هدفي اولا اكسر الحاجز النفسي بينك وبين اليوفيايتس، وبينك وبين مذاكرتها، وبينك وبين الايمونولوجي، وحببك فيها وادي لك معلومه تفيدك تفتكرني بها باذن الله. ماشي؟ لكن بنخاطب مين؟ بنخاطب النواب الصغيرين في أول 6 شهور نيابة،
لان الاوفر سيمبليفيكيشن ده ما ظنش مناسب للناس يعني الاكثر سنا او سنين عمل. باذن المولى هنعمل لهم كورسات يعني مناسبه لما نخلص معاكم، لان انتوا بالنسبه لي انتوا الهدف الاساسي، نفسي اعلمكم كويس. يلا بينا، احنا هندخل دلوقتي جوه الاميون سيستم ونقعد معاه كده ونفهم منه. الاميون سيستم ده مؤسسه ضخمه كبيره كبيره كبيره، مشغله ناس كتير وفيها وظائف كتير. في وظيفه في الاميون سيستم اسمها فيجوسايت. يعني ايه فيجوسايت؟ سايت يعني خليه، وفيجو يعني بتاكل، فدي الخليه اللي بتاكل. طب الفيجوسايت اسم خليه ولا وظيفه؟ لا، الفيجوسايت وظيفه. يعني انا استاذ مساعد، دي شغلتي. هل انا الوحيده في الدنيا اللي استاذ مساعد؟ لا طب، فدي وظيفه كدر بتشتغل هي فيجوسايت، ماشي كده. اشهر من تقلد منصب الفيجوسايت في الهيومن اميون سيستم خليه اسمها نيوتروفيل، طبعا يعني نجمه النجمات محدش ما سمعش عنها، وخليه اسمها ماكروفاج. في خلايا تانية مسكت وظيفة الفيجوسايت ديفينتلي، حاجة اسمها دندريتك سيلز ولانجهانز و و و ناس كتيرة، مش هطول عليك لأن أنا لو اتكلمت في الإيمينولوجي مش هخلص، لكن أنا هدي لك الجزء اللي يهمك. وأنا عاوزت أي حاجة أنا بدي الإيمينولوجي كسيبريت كورس ناخده مع بعض بإذن الله قدام شوية. يبقى الفيجوسايت وظيفة مش اسم خلية، وتقلد هذا المنصب ناس ياما جدا، من ابرز من تقلدوا النيوتروفيل والفيجوسايت، النيوتروفيل والماكروفاج. طيب احنا اتعلمنا مع بعض، طالما في حاجتين ماسكين نفس الموضوع يبقى ما فيش حاجة احسن من التانية على طول الخط، يبقى كل واحدة ليها مزايا وعيوب والتانية بتغطي العيوب بتاعتها، وبالتالي هم دول يعتبروا المزايا بتوعها. الإيميون سيستم لو النيوتروفيل أبسولوتلي أفضل من الماكروفيج كفيجوسايت، كان رفض الماكروفيج وقعدها في البيت. الإيميون سيستم ما بيشغلش حد، لا واسطة ولا كوسة ولا بطالة مقنعة، هو الخلية اللي مش هتعمل وظيفتها هتموت ببساطة أو هتترفض. هنقابل دلوقتي النيوتروفيل ونعمل لقاء كده معاها. بالمناسبة حذاري 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 انك تاخد اليوفيايتس من على الوش، انا بكشف من بره، لا مش هتوصل لأي حاجة. ان ما دخلتش جوه الجسم وفهمت ايه اللي بيحصل مش هتوصل لحاجة، من قلبي والله بقول الكلام ده. انا هدخل جوه اهو واقعد مع النيوتروفيل واشوف ايه حكايتها كفيجوسايت، ايه نقطة قوة النيوتروفيل كفيجوسايت اللي مخليها من آلاف وربما ملايين السنين أشهر فيجوسايت. بص معايا على الفيجوسايتوس. بالمناسبة الفيجوسايتوسس هي إحدى العمليات اللي احنا بسببها عايشين، لو ما فيش فيجوسايتوسس كنا كل البشرية دي في خبر كام. الفيجوسايتوسس ببساطة أو بأوفر سيمبليفيكيشن خلية بتمد ايد وايد من السلمبرين بتاعها يحوطوا الباثوجين وتقفل عليه، وبعد كده تتفصل لجوه ويكون هو اتحبس في جزء من الممبرين، والجسم ده اسمه فاجوزوم. زوم يعني بودي، اورجانيل يعني، وفاجو بتاع الاكل، يعني انا اكلت الباثوجين ده او البكتيريوم ده وحوطته بحته من الممبرين بتاعي فسميته فاجوزوم. يعني ده الاورجانيل او البادي، الانتراسيلولار بادي اللي محبوس فيه الاورجانيزم او الباثوجين اللي انا اكلته، الساندويتش اللي انا اكلته. الخلية بقى الفيجوسايت هي كمان من جوه عندها أورجانيل تاني اسمه لايسوزوم. زوم يعني بادي، ولايسو يعني بيعمل
لايسس يعني تكسير أو إذابة، ديسولوشن يعني، يعني بيفتت أو بيدوب أي حاجة يجي عليها. اللايسوزوم ده بأوفر سيمبليفيكيشن، عشان لو قريت هتلاقي تفاصيل أكتر من كده بكتير، ما تفتكرش إن أنا إيه يعني كروتك وشلتها، لا أنا شلتها للتخفيف. اللايسوزوم ده جوه الخلية أصلا عبارة عن إنزيمز محللة ومحوطة بميمبرين. طب ليه محوطة بميمبرين؟ عشان ما تموتش بقية الخلية. يبقى الفيجوسايت أول ما تبلع الباثوجين وتحوطه بحتة من الميمبرين وتسميه فيجوزوم، تقوم طلق عليه اللايسوزوم يمسك فيه يندمج معاه ويعمل حاجة اسمها فاجو لايسوزوم. الانزيمز الليتك انزيمز اللي جوه اللايسوزوم تعضعض الباثوجين وتكسره فتفيد وتطلعه الناحية التانية بالبلدي كده، كأن الخلية بتعمل بيبي يعني، مش عيب. يبقى هي طلقت اللايسوزوم على الفاجوزوم، كسرت الزبون اللي هي بلعته ونزلته من الناحية التانية ولا كأن حصل حاجة. دي ببساطة عملية الفيجوسايتوزيس بأوفر سيمبليفيكيشن، ولأنها يعني أعظم من كده بكتير، بس حاولت أبسطها. أمال إيه السؤال اللي بنقوله؟ هقولك إيه ميزة النيوتروفيل كفيجوسايت؟ ليه هي واخدة البوزيشن ده؟ ليه هي فيجر؟ ليه ما ينفعش تذكر الفيجوسايتوزيس وما جيبش اسم النيوتروفيل؟ ليه؟ عشان الليتك انزيمز بتاعه النيوتروفيل اللي في اللايسوزوم بتاع النيوتروفيل قدرتها على تكسير وتفتيت واذابه الميكروب او الباثوجين اللي اتبلع غير مسبوقه، لا حصلت ولا هتحصل. مفيش خليه بتقدر تموت وتفتت وتاكل وتفترس الباثوجين عن طريق قوة الليتك انزيمز بتاعة النيوتروفيل، لا قبلها ولا بعدها. يبقى ببساطة كده النيوتروفيل أي أورجانيزم هتبلعه هتموته. تاني نقول قوة النيوتروفيل إن أي أورجانيزم هتبلعه هتموته. طيب لما انت كده ما نرفض التانيين، يعني ليه فيجوس فيه فيجوسايتس تانية؟ هقولك للأسف الحلو ما يكملش. النيوتروفيل فيها عيوب خطيرة. في قائمة طويلة جدا، بس بيوند السكوب بتاعنا النهاردة ان شاء الله هنشرحها في كورس الادفانسد. عبارة عن ديزيزز معظمها بيعمل يوفيايتس بالمناسبة، وأوبتيك نيورايتس، ومعظمها تبعنا وعندي منها حالات كتيرة. عبارة عن ديزيزز سببها مشكلة مع النيوتروفيل. يعني إيه مشكلة؟ يعني inappropriate activation، مش عارف عملت إيه، تفاصيل صعبة إن أنا أقولها لك النهاردة. يبقى في قائمة طويلة من الديزيزز النيوتروفيل تقدر تعملها للبني ادم نفسه، للهوست نفسه، لو بس مزاجها ما كانش رايق. هديلك عشان ده اللي يهمنا النهارده فسفوسه عنبايه كده من عيوب النيوتروفيل في الفيجوسايتوزيس. النيوتروفيل خليه عصبيه. يعني ايه عصبية؟ مش نيورال، لا يعني ايه، هي معوجة تنكة كده شوية وخلقها ضيق. بمعنى عارف عيان acute gouty arthritis of the first metatarsophalangeal joint، عارف العيان اللي هو بيقول بيجيله acute gouty arthritis في صبع رجله الكبير، condition مؤلم اسمه بودجرا، العيان حرفيا بيخبط دماغه في الحيط. تفتكر ايه اللي بيحصل؟
عشان بس افهمك، النيوتروفيل، لان النيوتروفيل دي بالظبط كده نص الشغل. يعني انا نص شغلي في العياده نيوتروفيلز، فما ينفعش ما بقاش فاهماها. هو انت في اليوفيتس بتتعامل مع ايه؟ مع خلايا الاميون سيستم. لو انت مش عارفهم كويس زي كف ايدك، خلاص راحت الدنيا. فخلينا نفهمها مظبوط، يعني استمتع بالعلم نفسه. النيوتروفيل الخليه اتفقنا قويه جدا، بس خلقها ضيق، مستحملش حد. عيان الجوت اترسب في الجوينت بتاعه مونو صوديوم يوريت كريستالز، حاجة اسمها MSU، مونو صوديوم يوريت كريستالز. الجوينت بتاعه لقى المونو صوديوم يوريت كريستالز دي حاجة فورين بالنسبة له، فاستغاث بمين؟ بالإيميون سيستم. هو ده اللي بيخلصنا من الفورين ايجنتس. الاميون سيستم اي محضر يجيله، اي بلاغ يجيله، يبعت في معظم الاحوال طبعا باستثناءات كتيره، بس احنا اتفقنا بن اوفر سمبليفاي، يبعت النيوتروفيل. النيوتروفيل اول واسرع خليه تجري تشوف ايه اللي حصل. تمام. النيوتروفيل راحت للجوينت، لقيت المونوسوديوم يوريت كريستلز. الشكل بتاع الام اس يو ده، الشكل بتاع المونوسوديوم يوريت كريستلز مش انجلفبل بالنسبه للنيوتروفيل، يعني النيوتروفيل الخليه لا تستطيع بلع المونوسوديوم يوريت كريستلز. المفروض تعمل ايه؟ يعني انت رايحه تستكشفي الجوينت ده بيصرخ ليه، لقيتش ال MSU ما عرفتيش تبلعيها، المفروض لو انت عاقله كده تعملي ايه؟ تروحي. لان الفيجوسايتوزيس زي ما احنا شرحنا على الصوره دي عباره عن خطوتين: انجلفمنت ثم انتراسيلولار كيلينج. النيوتروفيل اتفقنا هي معوجه قوي، حاسه بنفسها قوي، عارفه كويس قوي قدره الانزيمز بتاعتها، عارفه كويس قوي انها كف الفيجوسايت، يصعب عليها انها ما تعرفش تبلع اي باثوجين او فورين ايجنت او فورين بودي. عملت بقى، ما عرفتش تبلع المونوسوديوم يوريت، بتعمل حته عامله، بتطلع اللايسوزوم بتاعها، اللايسوزوم الانزيمز بتاعتها بره، تاكل لحم العيان نفسه. مش احنا اتفقنا الانزيمز بتاعتها قويه جدا، بتقدر تموت اي اورجانيزم هي تبلعه كائدا من كان. النيوتروفيل لما ما بتقدرش تبلع المونوسوديوم يوريت كريستلز، بتطلع الانزيمز بتاعتها بره، تاكل لحم العيان نفسه. وبما ان الانزيمز دي قويه، فعيان الاكيوت جاوتي ارثرايتس بيصوت، بيعيط بالدموع مش من يوريك اسيد. يوريك اسيد اغلب من الغلب، ما يقدرش يعمل كده، من انزيمز النيوتروفيلز اللي بتاكل في لحم. في عمليه من اعلام علم الاميونولوجي اسمها فراستريتد فيجوسايتوزيس. يعني ايه فراستريتد فيجوسايتوزيس؟ يعني عامله بالظبط، يعني فيجوسايتوزيس محبطه، يعني عامله بالظبط زي طالب بيذاكر تشابتر، وليكن تشابتر اليوفيتس، لقاه صعب، مش مشروح كويس، اتعصب، مسك الكتاب، خبط التلفزيون، كسر التلفزيون والنجفة. طب التلفزيون ذنبه ايه؟ النيوتروفيل كده. النيوتروفيل بسبب طباعها الحادة دي بتعمل قائمة طويلة عريضة من الديزيزز والعذاب اللي العيان بيشوفه، مش بسبب الايجنت الخارجي او الدخيل، لا، بسبب النيوتروفيل نفسها. هنقابل بقى دلوقتي الماكروفيج، عكس النيوتروفيل بالظبط. احنا اتفقنا عيب النيوتروفيل حاجات كتيره، من ضمنها الايه؟ الغروم العصبي، وقوتها ان الانزيمز بتاعتها قويه جدا. هشرح لك الماكروفاج وهتعرف ليه انا عامله الايفورت ده عشان اشرح لك الحته دي والكلينيكال امبورتنس بتاع الكلام ده. الماكروفاج عيبها هو عكس ميزه النيوتروفيل. الكيلينج انزيمز بتاعه الماكروفاج ضعيفه. يعني ايه؟ يعني الماكروفاج بتبلع الاورجانيزم
بعضهم بتقدر عليه لكن بعضهم ما بتقدرش عليه، هي بلعته وبالعربي اتدبست فيه، بلعته عملته فاجوزوم لكن مش عارفة تموته. طب ايه المشكلة؟ لا مشكلة، ده مشاكل. واحد ما تقدرش تطلعه تاني، انت بلعتيه وخلاص. اتنين، ودي المصيبة، انها بتحميه من الاميون سيستم، لان الاورجانيزم وهو بره الماكروفيج كان الاميون سيستم ب500 الف عسكري عنده موته، لكن هما دلوقتي جايين يموتوه، انت مخبياه، انت مقويه عندك، لان انت واقفه بجسمك، انت بالسلم البرين بتاعك اللي الاميون سيستم بتاعك عارفه وعارف انك تبعه، حاميه جواكي الباثوجين. ستيل ايه علاقة الكلام ده باللي احنا بنقوله؟ هقول لك اخيرا بقى دلوقتي ايه العلاقة. اشهر اورجانيزم الماكروفاج تبلعه وتتدبس فيه بقالها مليون سنة، تبلعه وتقول اخ يا ريتني ما بلعته، هي المايكوبكتيريوم توبركلوسس. الماكروفاج هي سبب ان التي بي كرونيك ديزيز، لولا ان الماكروفاج بتبلعه وتخبيه جواها كان التوبركلوسس ده اتعالج زي، اقول لك ايه، زي دور بارد، كان خد 3 ايام وخف. لولا ان الماكروفاج بتبلع المايكوبكتيريوم تي بي وما تعرفش تموتها، ما كانتش التوبركلوس يوفيتيس بقت كرونيك وبوتنشال بلايندينج. لولا ان الماكروفاج بتبلع المايكوبكتيريوم تي بي وما تعرفش تموتها، ان مفيش دواء واحد ابدا يستخدم ضد التي بي مونوثيرابي، ما ينفعش، جريمة ان ادي مونوثيرابي ضد التي بي. اول الكلام سلام عليكم بتاعت التي بي 4 ادوية، بسبب ايه؟ بسبب الماكروفاج. ولازم ال4 أدوية يكون فيهم دواء اسمه بايرازينامايد، لأن ده الدواء الوحيد اللي بيشتغل انتراماكروفيج. متخيل؟ فهمت العلاقة؟ فهمت ليه شرحنا الفيكوسايتوزيس؟ فهمت ليه عرفنا إن في نيوتروفيل وفي ماكروفيج ودي بتعمل إيه وست هانم التانية عاملة فينا إيه؟ طيب لحظة واحدة، احنا اتفقنا الماكروفاج هي اللي خرب الدنيا في التي بي وقعد على تلها، هي سبب كل المصايب لانها بتبلعه وبتحميه. طب لو انت من الاميون سيستم ما ترفدها، يعني لما انت عامله كل ده احنا ليه نبقي عليكي كفاجوسايت؟ عشان هي بتغطي عيوب النيوتروفيلز. هقولك، وبرضو هقولك ايه الكلينيكال ريليشن بين اللي هنقوله وبين البراكتس، يعني ايه الكلينيكال سيجنيفيكانس والكلينيكال ابليكيشن بتاع الكلام اللي هنقوله دلوقتي. دلوقتي الماكروفاج ايه مستك يا ماكروفاج كفاجوسايت؟ ايه نقطة القوة بتاعتك اللي مخلية الاميون سيستم متمسك بيكي رغم ان انتي سبب نكبة العالم ده بالتوبركلوسس وحاجات تانية بالمناسبة؟ يعني في أورجانيزمز تانية الماكروفاج بتبلعها وبعد ما بتبلعها بتقول اه صحيح ده انا ما بعرفش اموتها، بس احنا في الموضوع اللي بناخده النهاردة مايكوبكتيريوم تي بي اشهر أورجانيزم الماكروفاج تبلعه وبعد كده تهرش في دماغها وتقول صحيح ده انا ما بعرفش اعمل لها حاجة. بص يا سيدي، نقطة القوة، احنا اتفقنا ان نقطة ضعف النيوتروفيل حاجات ياما خدنا منهم النهاردة، الخلق الضيق والعوجان و الماكروفاج اتفرج على تصرفها، هي بلعت المايكوبكتيريوم تي بي واتدبست فيها وبقت انفكتد، يعني انت اميون سيل وبقيتي انفكتد. شوف رد الفعل بقى، شوف الريسبونس وتعلم. بقيت الخلايا، انت عارف مفيش حد بيسيب حد في حاله، قعدوا يغزوها وينفسنوا بقى ويشمتوا فيها وبقيتي انفكتد ويا خبتك ويحصل وما حصلش.
الماكروفاج بصت لهم كده قالت لهم صحيح انا بقيت انفكتد، بس اتفرجوا على الريسبونس بتاعي، شوفوا انا هعمل ايه. الماكروفاج خليه تعجبك بالبلدي ست الستات، مفيش حاجه اسمها اخبط الكتاب واكسر التلفزيون، مفيش الكلام ده. الماكروفاج قعدت كده وفكرت بهدوء، مفيش غرور بقى ولا حاجه، لا هي ببساطه قالت انا هطلب المساعده من اتجاهين، من ناحيتين، من مؤسستين. تاني الحته دي كريتيكال، الحته دي اصل الدرس اللي بناخده النهارده. الماكروفاج قالت انا هطلب المساعده من اتجاهين. اول اتجاه، اول حد هتصل بيه واقول له الحقني خليه طيبه وبتساعد كل الناس، اسمها تي هيلبرسن، من كتر ما بتساعد اللي رايح واللي جاي، اللي يسوى واللي ما يسواش، اسمها اتسمت تي هيلبر. طيب الماكروفاج هتاخد ايه من التي هيلبر؟ هتاخد مادة قوية جدا جدا اسمها انترفيرون جاما. نقول كمان الماكروفاج هتاخد مادة اسمها انترفيرون جاما. الانترفيرون جاما ده هيخلي الماكروفاج تقوى وتنشط كده وتصحصح وتموت التي بي اللي هي بلعتها واتدبست فيها. تمام كده؟ طيب ايه الجهة التانية؟ الجهة التانية اللي هتطلب منها الماكروفاج المساعدة، هتطلب المساعدة من اخواتها وولاد خالتها وولاد عمتها، الماكروفاج السلام، السلام وخلايا بقى تانية وابيثيليويد سيلز وحاجات كده هوت اللي هم سلام مش انفكتد، وتقول لهم بصوا انا بقيت انفكتد، تعالوا تلموا حواليا، ادوني سبورت، اتجمعوا كده حواليا واسندوني عشان نلوكالايز الانفكشن. ليه؟ لان لو ما عملناش لوكالايزيشن للانفكشن، المايكوباكتيريوم تي بي دي هتسرح في الجسم كله وتجيب حاجه فيتال، فيتال اللي بتجيله بيمشي بيموت، اسمها ميلياري تي بي. يبقى الجرانيولوما اللي احنا بالنسبه لنا باثولوجي دي ديفنس ميكانيزم، دي سبب نجاة مريض التي بي من الموت، هي قدرة الماكروفاج انها تهلن التعبئة العامة وتجمع كل الخلايا السليمة وتحوط نفسها وتعمل جرانيولوما عشان تحجم الانفكشن. لولا كده كان بقى ميلياري تي بي ومات العيان. طيب ايه علاقة ده بالكلينيشنز، بالناس اللي بتشتغل في مستشفيات وعيادات؟ يعني ايه؟ يعني بص، لازم تفهم البيزس عشان تبقى كلينيشن شاطر. انا بتكلم عن اليوفيتيس، عن المجال بتاعي، بس انا هربط لك الاثنين عشان ما تزهقش وما تتضايقش. احنا قلنا الماكروفاج بتطلب المساعده من اتجاهين مختلفين، من التي هيلبر ومن اخواتها التانيين عشان يحجموا الانفكشن. احنا مالنا بقى ومال الانترفيرون جاما اللي جاي من التي هيلبر للماكروفاج؟ ما هو مالنا ايه؟ ما هو ده مالنا، هو ده الايديا. فاكر لما قلنا ان اول نقطه في الاجنده هي الايديا؟ هي دي الايديا بتاعت ايه بقى؟ بتاعت التست اللي اسمه كوانتيفيرون تي بي جولد تيست. بص الكلمه كوانتيفيرون، يعني ايه كوانتيفيرون؟ يعني بيكوانتيفاي، بيقيس الانترفيرون جاما اللي هو بتاع ايه؟ اللي هتديه التي هيلبر للماكروفاج اللي بلعت التي بي ومش عارفه تموته عشان تقدر تموته. مش احنا قلنا احنا هناخد الايديا بتاعت كل تيست؟ دي الايديا بتاعت الكوانتيفيرون. الكوانتيفيرون تي بي جولد تيست بيقيس بيقيس الانترفيرون جاما، عشان كده اسمه كوانتيفيرون، اللي بتطلعه التي هيلبر للماكروفاج عشان تموت التي بي اللي جواها. وبالتالي كل ما الانترفيرون جاما ده يزيد، كل ما معناها ان عدد الماكروفاجز اللي بلعت التي بي واتدبست فيه، يعني المايكوباكتيريوم تي بي لود اللي جوه العيان كبير.
عشان كده عدد الماكروفاج اللي طلب الانترفيرون كبير، عشان كده لما انت قسته طلع عالي. طب ايه فكرة التوبركلين؟ التوبركلين بيقيس ايه؟ بيقيس الضلع التاني في المساعدة، بيقيس قدرة الماكروفاجز انها تلم الخلايا حواليها، عشان كده بيقيس الانديوريشن الكلكع. يبقى الاتنين دول الايه؟ الايديا. التست قايم على ايه؟ ايه علاقة كوانتيفيرون او تشوبركلين بديزيز التي بي؟ ما هما دول ضلعين المساعدة اللي الميكروفيتش بتساعد بيهم نفسها. عشان كده انا ابتديت لك الموضوع من الفيجوسايتوزس، عشان نعرف ايه عيوب الماكروفاج ومزاياها، وبالتالي كان لازم نقارنها بنجمة نجمات الفيكوسايتس النيوتروفيل. هدي لك بس نقطة صغيرة عشان ربما ما نجيش الفرصة ان احنا نقولها لوحدها. الكوانتيفيرون تي بي جول تيست ليه اسم تاني، عشان لو برينت اوت جالك بيه ما تستغربش، اسمه إجرا. هتلاقيها في أول سلايد لما قلنا الأجندة. إجرا، I G R A، يعني إيه إجرا بقى؟ اختصار إيه؟ هقولك وتشوف هتعرفها لوحدك ولا لأ. إجرا انترفيرون جاما ريليس أسي. يعني أسي؟ يعني إيس. بنقيس إيه؟ بنقيس الانترفيرون جاما اللي طلعته التي هيلبر تساعد الماكروفاج اللي بلعت الميكوبكتيريوم تي بي ومعرفتش تموتها. يبقى لو لقيت البرينت او طالع لك اجرا او كوانتيفيرون تي بي جول تيست، هو يبقى احنا النهارده خدنا سو فار، خدنا الايديا وخدنا الريدنج والانتربريتيشن بالنسبه للتوبركلين. طيب هشرح لك دلوقتي التكنيك والادفانتجز بتاعتهم. هقول لك، هحكي لك برضو الموضوع في شكل قصة كده عشان يثبت في دماغك، لان احنا كده هنتفسه درس كده هنحطه في الامتحان وهننساه، لكن لو اتعلمناه كقصة يمكن نستفيد بيه بجد قصاد العيانين. الكوانتيفيرون تي بي جولد تيست، شوف كلمة ايه جولد، يعني احنا فهمنا يعني ايه كوانتيفيرون، بيكوانتيفاين انترفيرون، والتي بي فاهمينها. طب يعني ايه جولد؟ هقولك تعجلش. بص، الشركة الأسترالي اللي اخترعت التست، طب يعني هو التست ده فيه سيلفر مثلا؟ يعني فيه سيلفر فيرجن وجولد فيرجن؟ لا، الفكرة ان الشركة الأسترالي اللي اخترعت التست هي مقتنعة، وبأمانة انا مقتنعة معاها، يعني ان هم اهدوا البشرية هدية من ذهب، عشان كده سموه جولد. بالمناسبة، بس ده مش موضوعنا النهاردة، في شركة يعني ناس تانيين علوا عليهم شوية وعملوا فيرجن تاني سموه بلاتينم، بس هو ما أخدش شهرة كبيرة ومش أحسن منه كتير، فاحنا هناخد النهاردة الجولد. ده الأساس، ده الستاندرد اوف كير يعني. يبقى الشركة الأسترالي اللي اخترعت التست ده سميته جولد، هم قالوا احنا بنهدي البشرية هدية من ذهب. تفتكر ليه؟ هقولك، احنا هنشرح التكنيك ومزايا التست وعيوبهم مع بعض، لانهم قصة واحدة متشابكة. هو التوبركلين تست له عيوب؟ له عيوب. هقولك اخطر ثلاثة. واحد يوفيتوجينيك. متخيل يعني ايه يوفيتوجينيك؟ يعني مجرد حقن البي بي دي، البيوريفايد بروتين ديريفاتيف، جوه جسم بني ادم لوحده بيرسي ممكن يجيب له يوفيتس. يبقى مجرد حقن البي بي دي جوه جسم بني ادم ممكن يجيب له يوفيتس. عشان كده التوبركلين تيست يوفيتوجينيك. يعني ايه يوفيتوجينيك؟ يعني ممكن يجي يوفيتس
عنيفة جدا 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 من لا شيء، من مجرد حقنه نفسه. طيب هل دي تيوبركلوس يوفيايتس؟ لا، دي يوفيايتس نتيجة التيوبركلين تيست. طب شكلها ايه؟ شكلها مش زي التيوبركلوس يوفيايتس، شكلها عارف شكل مين؟ شكل الهرودة، مالتي لوكيليتد نيورو سنسوري ديتاتشمنت. وهقول لك سر، ثلاثة فقط من كل 10 patients بيتحولوا لي انهم هرادة هم هرادة فعلا، وسبعة يعني 70% من اللي بيتبعت لي انه هرادة مش هرادة. امال ايه هرادة لايك؟ يعني ايه هرادة لايك؟ يعني يوفيايتس تانية مختلفة خالص، متخفية كهرادة. ولو قعدت تديها علاج الهرادة 39 سنة مش هتتحسن، لأنها مش هرادة، هي هرادة لايك. أحد هذه الأسباب التيوبركلين تيست انديوست يوفيايتس. سهلة؟ يبقى هل التيوبركلين تيست ليه عيوب؟ طبعا. واحد، يوفيتوجينيك، هو ده عيب شوية. خلي بالك ابتلاء اليوفيايتس ابتلاء شديد حتى على أقوى الناس إيمانا، فما تستسهلش قوي إنك تطلب تيوبركلين تيست للناس، لأن أنت ممكن تعمل مشكلة جنب. تاني عيب خطير خطير للتيوبركلين تيست، حاجة اسمها بوستينج إيفكت. يعني إيه بوستينج إيفكت؟ يعني لو أنا طبيب يعني مش مذاكر قوي يوفيايتس وجالي واحد بتيوبركلين تيست 10 مل، وانا مش عارف اصنف في العشرة دول بالظبط في انهي كاتيجوري، يعني مش عارف اعمل له انتربريتيشن مظبوط، وبالتالي قلت عيد التيوبركلين اتاكد، هتعيده له هيطلع 15. ليه؟ لانه عمل سنسيتايزيشن، وبالتالي خلى السبسيكوينت تيست مور بوزيتيف. يبقى التوبركلين إذا هتعيده وتفهم العيان كده ما يتعدش قبل 6 أسابيع أقل حاجة عشان البوستينج إيفكت، لأن ممكن العيان يمشي في سكة تانية خالص عشان التست التاني بوزيتيف، ما بوزيتيف عشان سنسيتايد من الأولين. تالت عيب خطير، التوبركلين تست ممكن يموت، ودي نقطة الكونتر انديكيشن. مش احنا قلنا ان في بعض الحاجات الانفستيجيشنز لو العيان عملها يموت؟ التيوبركلين تيست ممكن يموت، ودي يعني حصلت وانا اشهد عليها، التيوبركلين تيست ممكن يموت. امتى؟ هو طبعا في حاجات بتبقى لا يمكن التنبؤ بيها، لكن في حاجة لازم إذا حصلت إذا موجودة تاخد بالك وتعلم العيان وتفهمه إنه ما ينفعش يعمل تيوبركلين تستين. أنا معلمة لك عليها بالأحمر، إيه شفناها في البرينت أوت اللي في أول المحاضرة، فيسيكلز. التيوبركلين تست العادي أقصى نتائجه إريثيما وإنديوريشن، لو عمل فيسيكلز، لو لقيت أنت في الريبورت، عشان كده أهمية إنك تقرأ كل الورق بتاع العيان. يعني العيان بيجيني بشنطة روشتات وانفستيجيشنز وتحاليل، لو هو جايب نصها ونصها في البيت بخليه يجيب النص التاني. ليه؟ لأن ممكن ورقة واحدة تفرق حياة أو موت، وده مثال بسيط، هو كلمة واحدة هتفرق حياة أو موت. البني آدم اللي تحصل له فيسيكلز من التيوبركلين، يعني ايه فيسيكلز؟ يعني الرياكشن بتاعه للبيوريفايد بروتين ديريفاتيف السو سيفير انه كسر السبتة بين الخلايا. البني آدم اللي يحصل له الرياكشن العنيف ده ما ينفعش، ولا مش بعد بقى 6 أسابيع ولا بعد 70 سنة يعيد التيوبركلين، وإلا هتحصل له أنافيلاكسيس ويموت في المعمل. يبقى أولاً
كل ورق العيان السابق لازم تبص فيه، مفيش حاجة اسمها نسيته في البيت، يروح البيت يجيبه ويجي يتراجع ورقة ورقة، كلمة كده ممكن كلمة تصحي العيان وممكن كلمة تموته. إذا لقيت في التوبركلين تيست كلمة فيسيكلز تقول له ما تعملش التحليل ده تاني، هتموت في المعمل. يبقى احنا كده خدنا ايه حتة الكونتر انديكيشن. يبقى عيوب التوبركلين اللي هي مزايا الكوانتيفيرون، ثلاثة خطيرة، واحد يوفيتوجينيك، اتنين بوستينج افكت ممكن يغير القرار لو عملته قبل 6 أسابيع، لو عدته قبل 6 أسابيع، ثلاثة انه بوتنشلي فيتال اذا عيان عنده رياكشن بزيادة عاده. طب الثلاث عيوب دول ايه سببهم؟ ايه منشأهم؟ ان التوبركلين تيست اذا ان فيفو تيست، يعني انت بتحقن مادة هايلي انتيجينيك جوه جسم البني ادم. عشان كده الشركة الأسترالية اللي اخترعت الكوانتيفيرون سمته، وفي رأيي معاها حق، جولد، يعني ده تحليل ذهب احنا بنقدمه للبشرية. ليه؟ عشان مزاياه، هي مزايا كتير، بس أهم ميزة إن الكوانتيفيرون تي بي جولد تيست، ودي الحتة اللي أنا بقولها دي هي التكنيك، هي نقطة التكنيك. نقل ساحة الاختبار من جسم البني آدم للتست تيوب، يعني التوبركلين التكنيك بتاعه ان هو بيحقن المادة في جلد العيان ويجي بعد 48 ساعة يقيس، زي ما شفنا الريدينج في اول المحاضرة. الكوانتيفيرون ده انت بتاخد عينة الدم تحطها في تست تيوب وتعمل التست عليها. مجرد نقل ساحة القتال من جسم العيان للتست تيوب دي النقلة الذهب اللي عملتها الشركة اللي اخترعت الكوانتيفيرون، ومعاهم حق، يقولوا احنا عملنا وخلينا طبعا، وانت ليه تحقن في جسمنا مادة؟ ما تاخد عينة الدم تعمل فيها اللي انت عاوزه. طب بقيت التكنيك بقى بالمرة، الكوانتيفيرون بيتعمل ازاي اصلا؟ بص يا سيدي، هو بياخد عينة دم من العيان، فيها مين؟ فيها التي هيلبر بتوعه، ويحط عليها من بره من المعمل حاجه من بره، هو مركبه كده من كذا حاجه، بس هقول لك اهم حته فيهم اسمها ايسات 6. تاني اسمها ايسات 6، اي اس اي تي، ايرلي سيكريتوري انتيجينيك تارجت. ايسات 6 ده هو تقله كده اسمه 6 كيلو دالتون. يبقى الكوانتيفيرون ايه الايجنت اللي بيتحط؟ اسمه ايسات 6 ومعاه حاجات تانية. الايسات 6 ده بروتين بتعمله المايكوبكتيريوم تي بي. يبقى انا كتكنيك بعمل ايه؟ خدت عينة دم من فلان الفلاني حطيتها في تيست تيوب، ما حقنتش حاجة جوه العيان. عشان كده الشركة دي بتقول انا عملت لكم هدية من دهب، حطيتها في تيست تيوب، هحط من بره مادة أنا شاريها اسمها إيسات 6. الإيسات 6 ده متاخد من المايكوبكتيريوم توبركلوسس، من الميكروب المسبب لمرض الضرع، هحطه على التيست تيوب وأقعدهم مع بعضهم كده يسلموا على بعضهم شوية، وأقيس مين؟ أقيس الانترفيرون جاما، عشان كده سميناه إيجر، انترفيرون جاما ريليس أساسي. كل ما الانترفيرون جاما يبقى عالي معناها ان التي هيلبر بتاعه العيان ده لما كانت جوه جسمه كانت سنسيتايزد. يعني ايه سنسيتايزد؟ يعني الماكروفاجز بتاعه العيان ده كانت واكله تي بي متدبسه فيه، فطالبه من التي هيلبر مساعده كتير، عامله لها حاجه اسمها انتيجين بريزنتيشن، ومعرفاها موضوع التي بي والحقينه، وحصل كيت وكيت وكيت. فلما بتاع المعمل يحط ايسات اللي هو البروتين الانتيجينيك اللي بتطلعه المايكوبكتيريوم تي بي، تقوم السنسيتايز تي هيلبر كبه في التست تيوب ايه؟ 3 كيلو انترفيرون جاما، لان هي اصلا متقال لها معمول لها انتيجين بريزنتيشن وهي في جسم العيان. يبقى الكوانتيفيرون تي بي جولد تيست، انت ملاحظ احنا غطينا كام نقطه؟ اولا غطينا التكنيك،
ثانيا المزايا، وخلي بالك عشان أأكد لك إن هي دي النقطة الأساسية اللي عشانها سموه يعني كوانتيفيون تي بي جولد، من كتر ما هم فخورين إن هم عملوه إن فيترو ممكن تلاقي، وعشان أنا بقولها لك عشان ما تتلخبطش، ممكن تلاقي البرينت أوت، لأن ساعات بتجيلي كاتب كوانتيفيون إن تيوب تيست، فساعات يسألوني يعني زملاء يقولوا يعني إيه إن تيوب؟ إن تيوب من كتر فخرهم الشركة ان احنا ما بقيناش نحقن ان فيفو زي التوبركلين، ده احنا عملناه لكم في تيست تيوب. يعني اللي انا اقصده هو ده التيست الوحيد اللي بيتعمل في تيوب، ولا في 500 تيست بيتعمل في تيوب؟ لكن في التي بي التيست ده من كتر عظمه خطوه نقل ساحه الحرب من جسمي للتيست تيوب، الشركه بتقول ده الان تيوب تيست بتاع التي بي، يعني ده الانفيترو تيست. يبقى مزايا الكوانتيفيون، واحد انه انفيترو، اتنين دي مزايا الكوانتيفيون على التوبركلين، اتنين محتاج زيارة واحدة. يعني التوبركلين تيست انت بتحقن النهاردة والعيان يروح بعد يومين يقيس، الكوانتيفيون لا، سنجل فيزيت. تلاتة سبيسيفيك، يعني ايه سبيسيفيك؟ هقولك التوبركلين انت بتحقن جوه العيان فهو سنسيتيف، يعني حساس، يلقط كل الحالات، صعب يطلع فولس نيجاتيف ما عدا في حالتين اتنين هقولهم لك كمان شويه. يبقى التوبركلين از سنسيتيف تيست، سنسيتيف تيست يجمع حالات، لكن هو مش سبيسيفيك للتي بي. يعني البوزيتيف توبركلين يحتمل التي بي ويحتمل حاجه اسمها بي سي جي باسيل كلمات جورين، الفاكسين اللي بناخده واحنا صغننين، ويحتمل حاجه اسمها اتيبيكال مايكوبكتيريا. يعني الايجنت اللي مستخدم في التوبركلين از نوت سبيسيفيك فور مايكوبكتيريا توبركلوزس. خلي بالك المايكوبكتيريوم دي فاميلي كبيره اسمها مايكوبكتيريسي، نازله منها جينس، لان انا غاويه موضوع التاكسونومي قوي قوي فهدي لك منه حته صغيره. فاميلي كبيره اسمها مايكوبكتيريسي، نازله منها جينس اسمها مايكوبكتيريوم، تحتيها بقى سبيسيز كتيره ولا 190 سبيسيز، اوحشهم المايكوبكتيريوم توبركلوزس دي سبيشيز، وفي سبيشيز تانية بقى زي ما الميكوبكتيريوم ليبري وحاجات كده. فالتوبركلين تيست is not specific for A for mycobacterium tuberculosis، لكن الكوانتيفيرون اللي هو حط الإيسات 6 زي ما احنا لسه قايلين ده specific للتي بي، لأن الإيسات 6 ما بتفرزهوش غير الميكوبكتيريوم tuberculosis. نقول كمان التوبركلين اذا طلع بوزيتيف مش شرط تي بي، لكن الكوانتيفيرون اذا بوزيتيف فالعيان تي بي. تمام. في فروقات تانية بينهم، الكوانتيفيرون اغلى شوية من التوبركلين، في فروقات تانية، التوبركلين بيبقى افكتد قوي بالستيرويد، يعني العيان اللي خد 7 كيلو ستيرويد صعب تعتمد على التوبركلين. عشان كده لو تلاحظ في الاول خالص نزلنا الكات اوف بوينت بتاعه التوبركلين تيست في العيانين اللي واخدين سيستميك ستيرويدز، حتى سويناهم بالعيان بتاع الايدز، من كتر ما هو اميون سبريست فالماكروفيتش مش هتقدر تجمع الخلايا حواليها. الكوانتيفيرون از لس افكتد باي سيستميك ستيرويدز عن التوبركلين. طب ايه عيوب الكوانتيفيرون؟ احنا قلنا ان هو سبيسيفيك، وقلنا ان هو نقل ساحه القتال للانفيترو، قلنا غالي شويه، يعني ده احد العيوب. بس هقول لك العيب الخطير الخطير اللي احنا عشان كده ما بنقدرش نعتمد على الكوانتيفيرون اعتماد كلي، مش احنا قلنا الحلو ما يكملش؟ هقول لك اخطر عيب. اتفقنا الكوانتيفيرون إذا قال بوزيتيف فالحالة تي بي، ما تنفعش تبقى فاكسين، ما تنفعش تبقى اتيبيكال، لكن للأسف الفولس نيجاتيف ريت بتاعه عالي، يعني ممكن الكوانتيفيرون يطلع نيجاتيف والعيان تي بي. ليه بقى؟ هقول لك،
هو الكوانتيفيون، ما هو ده بقى يعني التمن بتاع نقل صحة المعركة من الانفيفو للانفيتور. لما انت استغنيت عن جسمي خلاص مش عاوز مني حاجة، وخدت العينة حطيتها في التيست تيوب وحطيت عليها القيسات 6، مين اللي نده التي هيلبر يطلع منها انترفيون جاما؟ القيسات 6، مش انا، مش جسمي، مش خلاياي. خلاص خليها، خليه ينفعك القيسات 6 ده. القيسات 6 او الموقف اللي انت عملته في التست تيوب لا يستطيع بحال من الاحوال ان يرقى او يحاكي السيل تو سيل كوميونيكيشن اللي جوه الجسم. تاني، جوه جسم العيان مين اللي بيطلب الانترفيون جاما؟ الماكروفاج بحالها، انتيجين بريزنتنج سيل، الارض تهدي معاك يهدي، بتكلم التي هيلبر تقول لها هاتي الانترفيون جاما. ما تجيش انت تحط لي بروتين مش عارفه طالع منين وتقول لي ده هيقوم مكان الماكروفاج، لا ما بيقدرش يقوم مكانها. والكوانتيفيرون ممكن يطلع فولس نيجاتيف علشان كمية الانترفيون جاما ان اللي الإيسات اللي انتوا فرحانين بيه ومستغنيين عن الانفيفو وحاطينه يكلم التي هيلبر، التي هيلبر طنشته وما طلعتش انترفيون جاما بالكمية الكافية اللي تتحسب بوزيتيف، ويبقى العيان تي بي وما ياخدش علاج ويروح في داهية ونشيل ذنبه اذا اعتمدنا على الكوانتيفيرون لوحده. التوبركلين كمان من مزاياه، اتفقنا فيري سنسيتيف لان ده ان فيفو، يعني انت داخل جوه جسم العيان بتاخد رياكشن، انت عاوز اكتر من كده؟ صعب صعب تفلت منه حاله ما عدا حاجتين، لو العيان واخد استيرويدز بالهبل او سبريست يعني جامد قوي ساعتها هيبقى قليل، عشان كده يعني من 5 بنعرفه بوزيتيف. او خلي بالك لو العيان ساركويد، العيان اللي عنده ساركويدوزيس بيحصل له حاجه اسمها انرجي، هناخدها ان شاء الله يعني في كورس الامنولوجي لوحدها. الانرجي ده بتخليه تنح ما يتفاعلش مع التوبركلين. هختم بارت 1 اللي قلناه النهارده بمعلومه صغنطوطه، اللي هي النقطة لما خدنا مع بعض في الأجندة positive test. يعني إيه positive test؟ يعني العيان الفلاني أنت عملت له tuberculin وطلع positive، وعملت له quantifiol وطلع positive، هل ده معناها إن هو active TB؟ لا، يبقى ال positive tuberculin وال positive quantifiol الاتنين مش معناهم active TB ومش معناها أخد علاج. مين اللي يقول اكتف تي بي ولا لا؟ هنقولها باذن الله في المحاضره اللي جايه. اتبسطت جدا 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 كنت معاكم النهارده، تعشم ان شاء الله تكون المحاضره مفيده، واستودعكم الله الذي لا تضيع لديه الودائع.